هلا وصلنا لفقرة حكي ميديا اليوم مع يارا. كيفك يارا؟ مساء الخير يارا. مساء الخير لإلك أيهم وأيضا لإلك نور. إن شاء الله اليوم تمام؟ تمام رواق. مساء الخير لجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. أول مواضيعنا لليوم هو توجيه رسالة من قبل مجموعة من الناشطين والصحفيين لبابا الفاتيكان تحت عنوان أخبر بوتين. طبعا رح نشاهد تصدر هذا الوسم أغلب الصفحات العربية والغربية على التويتر مثل ما أنا شايفين هلأ سوا. عم نشوف كيف محتلة فعلا كان اليوم الصدارة هذا الهاشتاج، ونشوف ناس من الداخل السوري أيضا حاملين يافطات مكتوب عليها أخبر بوتين تحت هاشتاج طبعا القصف اللي عم بيصير بإدلب. مثل ما عم نشوف هاي الصورة يمكن كانت كتير من الصور المتكررة، أيضا صور لنازحين بالمخيمات حاملين هاي الصورة على أمل أنه فعلاً هاي الرسالة اليوم توصل لبابا الفاتيكان ويقدر يغير شيء. رح نحكي كتير عن هذا الموضوع لأنه فعلاً وجه مجموعة من النشطاء والمهتمين رسالة لبابا الفاتيكان تحت عنوان أخبر بوتين مثل ما ذكرت. رح نقرأ سوا ما كتب روجيه أصفر في رسالته لبابا الفاتيكان. قداسة البابا، هذا ما أرغب بأن تعرفه قبل اجتماعك بالرئيس بوتين. اسمح لي أولاً أن أعرفك بنفسي، اسمي روجيه، شاب مسيحي سوري من حلب، عشت الحياة مكرسة لسنوات طويلة، درست الفلسفة واللاهوت الكاثوليكي، أمارس الصحافة والعمل البحثي، وأنهي حاليا اختصاصا في العلاقات المسيحية الإسلامية في جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت. عملت لسنوات بعد انسحابي الطوعي من الحياة المكرسة مع مواطنين لاجئين في لبنان، وفي تنفيذ مشاريع إغاثية عبر الحدود لدعم المدنيين الأكثر حاجة داخل سوريا، لا سيما الواقعين منهم تحت الحصار والقصف والمتضررين من الصراع الحاصر. بغض النظر عن دينهم وطائفتهم وآرائهم، الأمر الذي سمح لي بتكوين تصور واقعي متقدم حول حقيقة ما جرى ويجري على أرض الواقع في بلدي. قداستك لا يختلف أصحاب النوايا الحسنة على السلوك المسيحي المطلوب أو على الخيارات الأخلاقية الصحيحة في خضم هذه الأزمات، لكن واحدة من أهم مشاكلنا اليوم هي الاختلاف على الوقائع، على حقيقة ما يجري على الأرض، وانتشار الأخبار المزيفة والدعاية الموجهة لتشويه الحقيقة وحجبها. وأدرك تماما أن أخبارا مجانبة للحقيقة قد تصلك من مصادر محلية بعضها كنسي حتى، ولكني على ثقة أيضا بمعرفتك بمقدار الضغوط والأخطار المترتبة على قول الحقيقة كما هي في واقع كواقع بلدي سوريا. طبعا حاكي كثير وكاتب كثير، المهم أنه هو عم بصر أنه في قصف بمناطق إدلب وغيرها للمستشفيات والمراكز وأيضا لكل المراكز المدنية مثل مشايفين. طبعا هو طويل بس أنا ما حقدر رامش عن وقت البرنامج. طبعا بس بدي أعطي لمحة من هو روجيه أصفر. هو صحفي سوري فاز بجائزة سمير قصير عام 2019 عن أفضل مقال للرأي، وكان بعنوان كابتن ماجد أو الأب القائد. طبعا نحكي اكثر عن هذا الموضوع، رح يكون معي عبر الهاتف رنيم احمد، وهي مسؤول التواصل في منظمه سوريا كامبين او حمله من اجل سوريا. مساء الخير لك رنيم. مساء الخير يارا، مسؤوله التواصل. اهلا وسهلا فيكي، مسؤوله التواصل. نعم، بالبدايه خلينا نعرف اكثر عن هي الحمله ولماذا قامت بالتحديد ومين صاحب هي الفكره. هلا الحملة بلشت من مجموعة ناشطين موجودين بإدلب، شافوا فرصة لما سمعوا بدعوة البابا لبوتين بأنه يستقبله بالفاتيكان، فشافوا فرصة إنه يعملوا حملة لو صغيرة بس إنه كرمال يبعثوا رسالة للبابا إنه ممكن، يعني كان في أمل صغير إنه ممكن البابا يعمل نوع من الضغط على بوتين بإنه يوقف القصف على إدلب. نعم، يعني بتتوقعوا أنتم نتيجة حقيقية على أرض الواقع لهي الرسالة بسبب ثقل وأهمية بابا الفاتيكان بالعالم المسيحي؟ واضح أنه معولين على هي القضية. طبعا يعني مو بس بالعالم المسيحي، هو البابا معروف عنه يعني بيحكي بكثير مواضيع مهمة بتخص العالم مثل القضايا الإنسانية، قضايا الإنسانية، فمعروف عنه هذا الشيء، فكان الأمل إنه يسمع صوت المدنيين بإدلب ويحاول يعني يحكي مع بوتين كنوع من الضغط الدولي بيصير على بوتين. طب رنيم، بهذا السياق هل هناك موقف واضح أو تصريحات معينة من قبل بابا الفاتيكان سابقا بخصوص الحرب في سوريا؟ طبعا كان في تصريحات كثيرة، دعا كثير البابا لأنه يوقف محضر دم وحماية المدنيين وإيقاف استهداف الأطفال،
فمعروف عنه يعني حاكي من قبل عن وقف الحرب على سوريا او وقف استهداف المدنيين. طيب في كان هذا الامل انه يرجع يحكي اليوم مره ثانيه. في حال لم يتم التجاوب مع محتوى الرسالة أو لم يتم التجاوب حتى مع موقف البابا أو هي القضية، شو الخطوات الممكن تلحق هذه الحملة؟ الخطوات هي أنه يعني إذا ما كان في نتيجة بس على الأقل عملوا اللي عليهم، على الأقل وصلوا رسالتهم، وبيكون في بالأخير تحميل مسؤولية للعالم. يعني العالم لما عم يشوف المدنيين عم ينقصوا كل يوم وعم يستهدفوا وما عم يعمل شيء، فبالنهاية في محاسبة، في عدالة رح تتحقق يوما ما. فهو نوع بس من انه اوكي اذا انتم ما رح تعملوا شيء هلا بس رح يجي يوم وتتحاسبوا انه انتم ما عملتوا شيء. ان شاء الله اكيد، رغم انه كثير من الناس للاسف رنيم فقدت الامل ولم تعد تعول حتى على المجتمع الدولي، بس بكل الاحوال اكيد بس هذا لا يعني انه نوقف صامتين. اكيد اكيد بدنا نشكرك رنيم احمد، مسؤول التواصل في منظمه سوريا كامبين، مسؤوله التواصل عفوا في منظمه سوريا كامبين او حمله من اجل سوريا. شكرا لك. شكرا كثير لك يا رشا. يا هلا. حابة بس ذكر، هاي القصة ذكرتني بحادثة بهي المناسبة وبتدل على محاولة نيل الأنظمة الشمولية من شخصيات مثل البابا اللي بتمثل قوة روحية لكتير عكس القوة المادية. لما أخبر رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أثناء مؤتمر يالطا في شباط عام 1945 بأنه بابا الفاتيكان قد أعلن الحرب على هتلر، أجابه ستالين ساخراً: كم دبابة عند بابا الفاتيكان. أتت هذه السخرية من زعيم يعتبر بأن السياسة تقاس بالقوة المادية التي وراءها سلاح مثلا. استثارتني هي القصة لحتى أقول هذا الموضوع، لأنه فعلا نتمنى أنه فعلا يكون في تأثير حقيقي ويقدر فعلا يوقف الدم والحرب بسوريا. والناس يمكن في كتير ناس معولة مثل ما ذكرت رنيم على هذا الموضوع. نشكرنا أكيد على هي الخطوة. إلى موضوعنا الآخر، للأسف فيديو حزين تم تداوله يوم أمس لعملية ترحيل مجموعة من الشباب اللاجئين السوريين من شارع السفارة الكويتية في لبنان ليتم تسليمهم للنظام في دمشق. رح نشوف سوا مقطع الفيديو. هاي على السفارة الكويتية، هلا عم بحملوا السوريين بالمركز هاي من الملالات. عم صورهم. الله هاي هيك الدولة، هيك شاطرة. الله. هاي على السفارة الكويتية، هلا عم بحملوا السوريين بالمركز هاي من الملالات. عم صورهم. الله هاي هيك الدولة، هيك شاطرة. الله. يعني ترحيل أي شخص من أي مكان هو قمة الإنسانية برأيي. تماماً، وخاصة اللاجئ السوري، بنعرف كنا قديش عليهم مشاكل وما بيقدروا يرجعوا. يعني إنه يعني ترحيل تعسفي، حتى ما أخذين أغراضهم يعني. تماماً، للأسف يعني موضوع كتير مزعج، للأسف واضح إنه صاير لبنان مثل أي محافظة سورية بتسيطر عليها أنظمة الأمن السورية، للأسف. إلى موضوعنا الآخر، أثار مقتل شاب أثيوبي الأحد الماضي على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل غضباً كبيراً في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الأثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديداً بالعنصرية الممنهجة ضدهم بحسب وصفهم. وقال قادة اليهود الأثيوبيين إن سلمون تيكا اللي بالغ من العمر 19 عام قتل بسبب لون بشرته، مشيرين إلى سلسلة طويلة من اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على شبان من أصول أثيوبية في تل أبيب، فيما صرح والد الشاب خلال الجنازة صرخ مرددا عبارات أعيد ابني. طبعا لا تزال إلى اليوم الأمور في فوضى عارمة مثل ما شايفين بالصور، ويهود أثيوبيا يهددون بإغلاق مطار بن غوريون، وأنباء عن توسيع دائرة الاحتجاجات. هاي الصور اللي عم نشوفها هلا سوا. المعلومة اللي بدي أقولها إنه بهالمناسبة، طبعا بمناسبة هاي القصص اللي عم بتصير، إنه موضوع العنصرية ليست جديدة على المجتمع الإسرائيلي، حيث كان يتجلى الصراع بين الأشكناز والسفارديم بشأن الإيديولوجيا والطبقية بين يهود الغرب ويهود الشرق.
الأشكناز هم الطبقة العليا مثل ما بيصنفوا حالهم في إسرائيل، اللي بتتمتع بالغنى والهيمنة على المؤسسات السياسية والاجتماعية، والأكثر حصولاً على أجور مرتفعة عن اليهود السفاريم اللي بيتقاضوا رواتب أقل بكتير من الأشكناز. عم نشوف صور طبعاً، بنشوف هلأ الطائفة اليهودية الأثيوبية اللي بيسموها الفلاشة، بيختلف طبعاً المؤرخون بيختلفوا بجذورها. هي اسم يطلق على اليهود من أصل أثيوبي ويعني باللغة الأمهرية اللي هي الأثيوبية اللغة المحكية بأثيوبيا المنفيين أو الغرباء، وقد رحل عشرات الآلاف منها إلى إسرائيل لتعزيز ديموغرافية الاحتلال وتكريس الطابع اليهودي لإسرائيل، لكنها واجهت أوضاع عنصرية وتم استغلالهم في الأعمال البسيطة لأسباب عنصرية، مما دفعهم للاحتجاج على الحكومة أيضا في مايو عام 2015. يعني هي مانا المرة الأولى. ملاحظ انا كنت عم حاطه الصور اللي بتشمل كل الاشكال، هدول اليهود الغرب اللي بيسموا حالهم يعني لهم نوع معين من الشكل، بيلبسوا هذا النوع من الابوعه ولهم الشعر الظاهر، وايضا شفنا اليهود الاثيوبيين لبسهم اكثر تقشف. هي حبيت بس وضح هاي الفكره للناس يلي ما بتعرفها. خلونا نشوف طبعا بعض التعليقات اللي اجت على هذا الموضوع، وحقيقه حب اخذ التعليقات اللي بتصب بتفسير ما حصل يوم امس، وهو ايقاف كل من الانستغرام والفيسبوك والواتساب، حيث ارجع البعض سببها لهذه الاشتباكات الدائره في الكيان الصهيوني، وقالوا انه تشويش متعمد لكافه وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف بعض التعليقات. هيام عم تقول: عم اقول لحالي هاد مارك السهيان ما بيسكر المواقع تبعه لا الله، أكيد في شيء مصيبة سودة، اللهم شماتة. نشوف أيضا تعليق آخر. إيمان عم بيقول: إذا الإعلام العالمي لهم فكيف سينشرون أخبار تفرح أعدائهم؟ هدول هن التعليقات حبيت أقولهم. في كتير أيضا تعليقات بذات السياق، وفي ناس فعلا عم تقول أنه بلش الربيع الإسرائيلي، هذا لفتني هذا التعليق بس ما أعرف ليش ما موجود. بكل الأحوال يعني أكيد ما نتمنى الشر لحدا، لأنه الأثيوبيين هن بالأخير بني آدمين، نتمنى اكيد السلام بعم وين ما كان، وبالاخير اللي بده يشمت اكيد رح يشمت يعني بهذه المناسبه. رح نروح هلا لاكيد فاصل مع نور وايهم. انا خلصت فقرتي لليوم. شكرا اول شيء يارا. شكرا يارا على المعلومات اللي اعطيتينا اياها كمان اليوم. شكرا. مشاهدينا اخبار رياضه بعد الفاصل.